هيا يا جماعة، احنا وين رايحين يا جماعة؟ حسب ما حكيت لك وين رايحين؟ محدش عارف وين رايح. والله يا جماعة محل الخضار والطبيعة مع الشمس المشرقة، طبيعة خلابة يا جماعة. انا بحجروا فيه المصابين بكورونا، شايفين معك مش حجر عذاب، سجن كورونا. انا بطلع من الباب لسه كل هذا، احنا في طريقنا يا جماعه لسه ما وصلناش. هيا يا جماعه، حاليا احنا تقريبا خلص ما ضلش غير ثواني، يعني احبس الانفاس والله قطعت واستعد. طلع هاي تقريبا قبل ما نوصل طلع في مضاض الخضرة والواسع، طلع صورة فوق، طلع كيف زي نظام. بجد انا مستغرب انه في غزة زي هيك مناطق، لأمانة يعني حاجات روعة يا جماعة. هذول يا جماعة الكواس، دول مخازن الوكالة بحطوا فيها المؤن والحاجات هاي. خليكم معنا يا جماعة، خليكم معنا يا جماعة، خليكم. ولا تنسوا اللايك والسبسكرايب. يا جماعة كله نفس نوع الشجر، يمكن زيتون وشجر كينيا زي هذا، شايفينها؟ في صوت سامعين زي انتوا ولا؟ أنا في صوت هنا صح؟ والله في المنطقة هذه. لا لا لا، هات العصاية بسرعة، هات العصاية زي سوبر شمشون مكاري. اوه ماي، اوه هذا سوبر ماي. يا الله شوفوا ماي طلع، يا الله. اوه ماي جاد يا جماعة، تعال شوف، تعال بسرعة بسرعة. والله فكرت شو تالي، تعال شوف الغابة هذه. انا حاس هذه كان حس هذه كانت وادي يا جماعة، وادي فيها ماء، لأنه ما في ولا يبسط. يا ماي جاد، غريب والله يا جماعة كيف شكله هذه كانت. هذا بفعل تساقطات الأمطار هذه. ماي جاد يا جماعة، هذا بفعل. هذا نحن كم هي حاس حالنا في غابات الأمازون، حاس حالي بسافر. واو والله فيديو كليب هنا رقصوا شايفين الجبل فوقينا، يعني يا جماعة بتخوف بس في نفس الوقت ممتع. هذا جبل اسمه جبل الشيخ عيه، زي ما سمعت احكي. والله التصوير فخم. طبعا يا جماعة، أنا المرشد السياحي لهذه المنطقة، يعني كثير في اليوم بيجينا 1000 إلى 1500 سائح يعني، وكلهم يعني احنا مفاجئهم اول باول على المنطقة يعني. والمنطقة يعني فيها جبال، هضاب، سهول، تلال، وان شاء الله قدام يكون عندنا انهار. صور قول يا الله. بدها صبر القصة، بدها صبر. واحنا قاعدين نكتشف المكان لقينا خمت عالي. تعال تعال خير شوفه. يا الله ما اكبره، ما شاء الله. شو هذا غريب، شو هذا؟ هو يطلع اشي، هات هات هات. في اشي جوا يا جماعه بس مش راضي يطلع. هذا كلب ولا تعلم؟ انا مره بالليل ابى اشوف هنا عادي. مهم حتى اصور نيمو، ما طلب كثير. غار حراء هذا ولا؟ علي علي. هذه يا جماعة منطقة بسموها زولاي، المنطقة هذه موجودة في دير البلح في منطقة البركة بالتحديد، يعني اللي حاب يزورها يعني. الله كيف الجبال، شو هذا راحت مع الشمس. هم بدهم شركة هذه، هم لو بدهم يملكوا خلاص بيستقروا هيك.
فاضي يا جماعة. ورك يا جماعة ورك. والله يا جماعة المنظر مهور. واعتقى. والله يا جماعة عارف والله راحة نفسية يا جماعة راحة نفسية مش طبيعية. والله يا جماعة هاي الصورة ها مليون ألف شو مليون تريليون ألف دولار يعني قديش خرافي يا جماعة. خليك تلمس الحيط هذيك وتيجي خليك مكانك يا علي يلا ابدا واحد اثنين ثلاثة استنى شوي وقف استنى شوي يلا تفقد وارجع لا يا حبيبي فيش تفقد ما تحت تتعب ابدا مو يلا بدأوا 15 ثانية ايوه هاي مو هو هاي والله وصلنا وصلها لا يا لسه هانت قديش مو عارف قديش بالضبط يا علي طيحه بس كيف وقف كيف قمت على طول انت من الواقعه والله كنت اقلب حالي زي هيك بس خفت انا حاسس ابدا جانا سالم كرامات سمبوسك ما انا شايف اتكلم ولا كان في محاضره بقول لك لو كان معاه مره اي محاضره يعني درس محاضره جوا بحكي انا هو اللي ياخذ محاضره ما هو القضيه خلص يا عم خلص سالم خليه يا عم شيل وقف والله الله يسر احلى اقسم بالله ثاني لسه تفرج تفرج يلا يلا انت مو من يلا نصور فرج عبدو الله يفخر انت اليوم هذا تفرج تفرج يلا مؤمن سلام ايش ابو شاي صور لنا صوره صوره خط عربي اخذتها في البدر والله والله بصراحه يا سلام احلى الغروب تفضل يا جماعه قهوه دمعه من فضله امنا أمنا شد شكتية يا زلمة
زياده متشكك. علي تقول الله يرحمه، علي تقول بعلم بالله عن جد عن جد فخر. بس عارف ايش المشكله؟ هلال طولت في الاخي هبك. يا عاشق المصطفى بشر بنيل حسبان شوي خلص لو شفنا واحده ثانيه. والله عن جد رسايا عاشق ما لنا درك الدمعه. والله يا راجل صوتك حلو، عمي صوتك حلو والله عن جد عالم صوتك حلو. بس بنت الصفا خلاص بقول صابون الصفا يعني العقل والله بحسته ودورة الانتقالات بين الصور. عم شلال ليش بده عم ياخذ مصيحة وحصه. احلى سينما كمان زيادة صورنا في واحد كان لقاء عبد. اه يا سلام سبنا الوقت عالدوام ما حسبناش اللحظة الجاية. ده اسمه كلام. والله فضحتني يا شيخ، والله فضحتني. كم كم فضحتني. وما يهمك شادي اسمك تادي. يعني على كيف اخوك بدك تغني وبدك تسكت؟ ولا بس زي هيك بدك تسكت الاغنية؟ يا ايه لو نرجع تاني. خلص يا علي علي. فاضي شوية نشرب أبد بعيدة. نشرب ايش؟ نوك المغني. باب السلام غننا صوت الحباب. سنا من باب السلام غننا صوت الحباب. لما شاهدنا الأنوار الله 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 الله. لما شاهدنا الأنوار فرحتنا بدنا نطير. يا حمام المدينة سلم على نبينا. يا حمام المدينة سلم على نبينا. رقد بزيلة منيح والله. البزيلة زاكي يا شباب والله في كل مكان. ليش بدي تلف بده كلها موجودة عندك تحت؟ وقت في المكان نفسه ليه مخالص؟ عشان تبدأ ليش لما نزول له؟ على زين له شكله مشه. بتمنى يكون المكان عجبكم واكتبوا لي رأيكم بالكومنتات والسلام.